الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. أما بعد، أيها المشاهدون الأفاضل، نرحب بكم في لقاء جديد وحصة جديدة من سلسلتنا الموسومة بالدروس المستفادة من شهر رمضان، ومع درس جديد من هذه الدروس، ومع هدف من أهداف شهر رمضان. هذا الدرس هو درس الصبر. الصبر أيها المباركون، قال عنه ربنا جل جلاله: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال ابن جرير رحمه الله، وهو شيخ المفسرين، وهو يفسر هذه الآية من قول ربنا جل جلاله: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: إن معنى الصبر في هذا الموضع، أي في الآية السابقة ذكرها، الصوم. قال: والصوم بعض معاني الصبر عندنا، أي عند العرب، ذلك أن الصوم يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى تحمل. قد يكون اليوم طويلا، قد يكون اليوم حارا، قد يكون اليوم باردا كذلك، وهذا باختلاف فصول السنة وأيامها. فالمسلم إذن ينبغي أن يصبر على هذه العبادة، وأن يجاهد نفسه في هذه العبادة. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وأفضل أنواع الصبر الصيام. قال: وأفضل أنواع الصبر الصيام، فإنه يجمع الصبر على الأنواع الثلاثة، لأنه صبر على طاعة الله عز وجل. طاعة الله، نعم، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مصابرة، تحتاج إلى مجاهدة للنفس. ثم قال: وصبر عن معاصي الله. صبر عن المعصية، أن يحبس المسلم نفسه وعن هذه المعاصي، عن الشهوات، عن الشبهات كذلك، ويحبس نفسه عن الطعام وعن الشراب، امتثالا لله ربنا جل جلاله، طاعة لله سبحانه وتعالى. لأن العبد يترك شهوته لله، ونفسه قد تنازعه إليها، تدعوه، تزين له هذه الشبهات، تزين له هذه المعاصي. ولهذا جاء في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. كذلك في الصوم صبر على الأقدار المؤلمة، صبر على الأقدار المؤلمة بما قد يحصل للصائم من الجوع ومن العطش ومن سائر المصائب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي هذا الشهر شهر الصبر، قال: شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. أعيد الحديث، قال فيه صلى الله عليه وسلم: شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر كصوم الدهر. إذن نجد في هذا التعبير النبوي من قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه سمى شهر رمضان هاهنا شهر الصبر. إذن هذا درس ينبغي أن تستفيده أيها المسلم من هذا الشهر. ثم إن الله جل جلاله قد أخفى عنا ثواب الصابرين، هذا تكرما منه، هذا تعظيما لثواب الصابرين، بل وجعل الصابرين في معيته، قال سبحانه: إن الله مع الصابرين. إذن صبرك أيها المسلم على الطاعة، صبرك عن المعصية، صبرك على قضاء الله وقدره، ثوابه عظيم أعده لك ربك أيها الحبيب أيها المسلم. نقف عند هذا الحد ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله. مرحب بكم مرة أخرى أيها المشاهدون الأفاضل في الجزء الثاني من هذه السلسلة، سلسلة الدروس المستفادة من شهر رمضان.
وبعدما كان الحديث عن الصبر وأنواعه وكيف يصل إليه المسلم، نعيش مع درس آخر من هذه الدروس المستفادة، ألا وهو الجود والإحسان والبر والصلة. فشهر رمضان مدرسة تربوية، شهر رمضان فرصة ربانية، شهر رمضان فرصة للجود والإحسان. وقد نقل عنا ونقل إلينا من شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم ومن سيرته وأخلاقه أنه كان أجود الناس، نعم هذا على إطلاقه، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدابسه القرآن. قال الراوي: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا لماذا؟ لأن الصيام يدفعك أيها المسلم، لأن الصيام يحفزك على الإنفاق، على الجود، على الكرم، على الإحسان إلى الفقراء وغير ذلك من ذوي الضعف وذوي المسكنة. قال: قلت، قال الراوي: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون من الريح المرسلة. وقد يقول قائل: ما هي هذه المجالات التي يمكن أن يسعى فيها المسلم أو أن يتجلى فيها هذا الدرس، ألا وهو درس الإحسان؟ أول هذه المجالات تفطير الصائم، أن تدعو صائما فتفطره، لك به الأجر الكثير، لك به الفضل العظيم. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. بل وفي رواية أخرى قال بعضهم: ليس كلنا يجد ذلك يا رسول الله، أي ليس جميعنا نجد ما يفطر به الصائم. فتأمل رحمة هذا الدين ورحمة الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، قال: يعطي الله ذلك من فطر صائما على شربة ماء أو مذقة لبن. إذن ثواب وفضل ينبغي ألا يفوتك أيها المسلم، أحسن وفطر صائما تنل بذلك الخير العظيم والأجر العميم. كذلك من مظاهر الإحسان، من مظاهر البر، من مظاهر الصلة بر الوالدين وصلة الأرحام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقال صلى الله عليه وسلم: من صره أن يبسط عليه رزقه وينسأ له في أثبه فليصل رحمه. إذن هذا الشهر مبارك عظيم، ينبغي أن تبادر فيه أيها المسلم وألا تجعله يمر مرور الكرام. كذلك من أنواع الإحسان أو من أبواب الإحسان ومجالات الإنفاق الصدقة والإنفاق على سائر الناس. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها صدقة، وتحمل والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لك أبوابا متنوعة وسبلا كثيرة ومتباينة، هذا حتى ترتفع درجتك، وخصوصا في هذا الشهر المبارك الكريم، حيث إن هنالك أناسا محتاجين، إن هنالك فقراء وأيتاما أعجزهم وأتعبهم الدهر وشقت عليهم المعيشة، ينبغي أن لا نغفلهم، ينبغي أن نبادر إليهم، ينبغي أن نشركهم في طعامنا، في إفطارنا، في كل شيء من أحوالنا،
تحقيقا لهذا المقصد وهذا الدرس من دروس رمضان، ألا وهو الإحسان إلى الفقراء وسائر المعوزين. هذا ما تيسر إعداده وسهل إراده. سبحانك اللهم وبحمدك، نسألك أن تكرمنا وأن تعفو عنا وأن تعتق رقابنا من النار وأن توفقنا حتى نصوم حق الصيام ونقوم حق القيام. وهذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.